وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. أهلا بك معنا في نشرة الأخبار، وسعادتك إذ تحدثنا عن ماذا يمثل لكم اليوم العالمي للعمل الإنساني. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم جزيل الشكر، أود أن أتقدم بهذه المناسبة بخالص الشكر والتقدير لسيدي حضرة جلالة الملك ولا سيدي سمو ولي العهد رئيس الوزراء وإلى قائد العمل الإنساني الشيخ ناصر، كما أتقدم بالشكر للحكومة الرشيدة والسادة النواب وأعضاء الشورى والقطاع الخاص والشعب البحرين الكريم، ومن المداخلات ومن الكلام الجميل اليوم واضح مدى دعم الناس في هذا البلد الطيب لعمل الخير. هذا اليوم نعتبره يوم لتخليد الناس اللي يشتغلون في العمل الإنساني، وخير من يعمل في هاي سيدي جلالة الملك. احنا ناخذ قوتنا من جلالته، ويكفينا شرفنا سمو الشيخ ناصر اليوم في جميع الصحف المحلية شكر العاملين في هذا القطاع من المؤسسة الملكية ومن البحرين لدورهم الكبير الجميل في هذا العمل الإنساني ومواجهتهم للصعاب والمخاطر أحيانا لخدمة المضطرين داخل وخارج البلد. إنجازات عديدة للمؤسسة، إذ تحدثنا سعادتك عن أهم هذه الإنجازات على الصعيدين المحلي والخارجي. الحمد لله استطاعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أن تحقق العديد من الإنجازات المتميزة على المستوى المحلي والدولي. المحلي طبعا احنا نراعي الأرامل الأيتام بشكل شمولي رائع حسب توجيهات سيدي الملك من حيث المعيشة، الدعم النفسي الصحي التربوي، وأيضا خلق الحياة الكريمة لهم، وما مركز ناصر للتدريب المهني مثال على ذلك، إضافة إلى إيجاد فرص للأرامل والأيتام عن طريق تنمية موارد المؤسسة، إقامة مشاريع وأحلامنا كبيرة في الشيء. وبالنسبة للخارج البحرين معروفة مع مواردها البسيطة من أوائل الدول اللي توصل الأماكن المتضررة لتقديم العون، قدمني في فلسطين ومصر ولبنان والفلبين وآخرها أفغانستان. دكتور، بالحديث عن المساعدات، ما الذي يميز مساعدات مملكة البحرين سواء كانت في الداخل أو حتى في الخارج؟ طبعا اللي يميز البحرين جلالة الملك هو القائد الأول، فهو يعطينا الأفكار ويحثنا على السرعة في العمل، وسمو الشيخ ناصر يأخذ تعليماته من سيدي جلالة الملك ويتابع تنفيذ أفكار الملك، بالإضافة إلى أحنا نشارك موظفينا في تقديم الأفكار. أحيانا نسوي حملات تشجيعية للأفكار، فلا تتخيلون في فترة قصيرة نحصل حوالي 1000 فكرة تساعد الناس. فهاي سبب. السبب الثاني في يعني الشيء الجميل في العمل البحريني إنه شبابنا هم يروحون يحضرون في تقديم المساعدة، فنقابل الناس باحترام وننقلهم تحيات جلالة الملك ونخليهم يحسون بأن هم الكريمين أن يقبلون هدية البحرين. فالمعاملة الطيبة والمحافظة على كرامة الإنسان واختيار المشاريع، بالنسبة لمثلا مجمع الزعتري العلمي، هاي أول شخص فكر فيه هو سيدي جلالة الملك لحفظ جيل من شقة السوريين من الضياع، البناء 6 مدارس. فالإنسان ما يحتاج فقط للأكل والماء حتى يعيش حياة كريمة،
بس أيضا يحتاج إلى العلم. فإحنا اللي يميزنا الحمد لله الدعم سيدي جلالة الملك، وأيضا وقفة شيخ ناصر، وطبعا الحكومة الرشيدة. يعني لا يمكن إحنا نبدأ مشاريع متنوعة لولا دعم الصحة الخارجية، تنمية، وجميع الدوائر الحكومية بقيادة سيدي سمو ولي العهد رئيس الوزراء. نعم بلا شك. سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، شكرا جزيلا لك.